عليكم بصور صوتي طيب المصطفى كامل طريقة قابلة. شونش. تشير المعطيات واستطلاعات الرأي غير الرسمية في الشارع العراقي إلى نمو واضح في التأييد الشعبي الذي يحظى به حالياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهذا التأييد تصاعد بنسبة الضعف تقريباً خلال 100 يوم الأولى من حكمه. الكاظمي الذي لم يكن يعرفه الكثير من العراقيين حينما اختير لرئاسة الحكومة صار اليوم مناشداً من قبلهم لحل معضلات عويصة عجز عنها أسلاف، وصارت مقاطع الفيديو التي تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجد طريقها بسهولة إليه شخصياً، كأنه يراقب تلك الصفحات يومياً أو لديه من يفعل ذلك. إذن كيف تغيرت نظرة العراقيين لمصطفى الكاظمي رئيس الحكومة المؤقتة من شخص مجهول ومخيف نوعاً ما بحكم منصبه السابق كرئيس للمخابرات إلى محبوب من الرعية لأنه يهتم بهم وحلال لمشاكل الشعب كما يوصف حاليا؟ اللقاءات التي جمعته بأطفال مرضى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم كان لها بالغ الأثر في نفوس العراقيين حينما شاهدوا تلك اللقطات المؤثرة، والقائمة تبدأ بالطفل المصاب بالسرطان والذي لعب الكاظمي معه كرة القدم في مكتبه شخصيا، إلى ذلك اليافع العليل الذي جلس إلى جواره قرب ضريح الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فالمراهق حامد الذي استضافه الكاظمي وعائلته وأجلسه على كرسي الرئاسة، فالطفلة ناز من محافظة ديالة التي ناشدت الكاظمي لمقابلتها في مقطع فيديوي وكان لها ما أرادت. رئيس الوزراء قابل مئات الشباب في الشوارع وهم يتظاهرون ضد حكومته مطالبين بتعيينهم في الدوائر الحكومية كخريجي الهندسة والقانون والعلوم، بل حتى خريجو الدراسات العليا من حملة الدكتوراه والماجستير استجاب لهم، ناهيك عن قرار صدر مؤخرا بتثبيت آلاف المحاضرين المجانيين في التربية. شعبية مصطفى الكاظمي تزايدت حتى بين الأوساط الشعبية في إقليم كردستان حينما تحدث وبادر أكثر من مرة لحل مشاكل رواتب الموظفين المتلكئة، ورد بتصريحات وأفعال خشنة تجاه تركيا التي تهاجم قرى كردستان وتقتل الناس، وهذا إن دل على شيء فيدل على نهج وطني يسير عليه الرجل ويلتزم به حتى الآن.